بالحذر. ليه؟ يعني مشوب بالحذر ايضا مخاوف، انه في اشتراطات عشان تبقى متفائل. اما تبقى متفائل يبقى انت شايف قدامك حاجات اتعملت استفاده من اخطاء الماضي. نعم. فالوضع الطبيعي زي ما الانديه يا استاذ احمد بتستعد في معسكرات في النمسا و 6 اكتوبر والحاجات دي، مفروض اتحاد الكره كل سنه بيستعد للمسابقه يشوف ايه العوار او ايه المشاكل اللي موجوده عشان يعالجها. أيوة، اللي موجوده في لوائحه اللي هي عملت مشاكل السنه اللي فاتت. نعم. ويبتدي يعالجها. نعم. بشكل او باخر. هو ما عملوش الاتحاد كده، ما عملوش كده. بدليل يا استاذ احمد حاجه برضو خطيره، مش حاجه اتغيرت، لا في خلص. مشكله اتعملت السنه اللي فاتت دي بقى لنا فتره بنتكلم فيها، اللي هو دوري المحترفين. نعم. اللي هو لما لقوا فيه رفض غيروا اسمه، بقى اسمه دوري القسم الثاني الف. نعم. بس اتحلت المشكله. وبعدين بعد ما عملوا الدوري ده ابتدوا يتكلموا في عدد انديه الدوري الممتاز بعد ما المسابقه هتبتدي. نعم. قبل ما يعلنوا القرعه ده اعضاء الاتحاد كله بيطلعوا في الفضائيات. نعم. بيقترحوا حضرتك عشان المسابقة. تعملها للسنه اللي بعد الجايه. يعني المفروض النهارده هتقول شكل الدوري ده هنلعب موسم 24 25 كذا مثلا. اللي هو قبلها بموسم عشان الانديه تعرف مين اللي هيهبط. نعم. في نهاية المسابقة عشان تقلل عدد الأندية. فعندك حذر انه مش متفائل قوي. ليه؟ لان ما تعملش احنا 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 التفاؤل مبعثه ايه؟ نعم. ان احنا بنتمنى. نعم. ونناشد. نعم. جميع اطراف اللعبة الالتزام. نعم. واذا اطراف اللعبة احنا بنتكلم على الرابطة على الاتحاد على. ايوه طبعا. اللجان. الاندية واللاعبين والحكام والحكام. لكن الحذر بقى من انه لم يفعل شيء جديد يضمن نجاح التجربه على اسس جديده. ده احنا ما ننساش نتمنى ان ده يعني اللي بتعانيه الكره المصريه والنتائج السلبيه اللي اتحققت هذا الاسبوع. زي ما قال عليه الاستاذ علاء كله بما فيه المنتخب. نتيجه الارتجاليه والفوضى اللي بتدور بها كره القدم في مصر. ليه؟ لانك انت سبت الموسم يمتد معاك لخدت الراحه السلبيه وكانت البطولات الانديه الثانيه او البطولات في الدول الثانيه بدات. نعم. انت لو كنت خدت الراحه السلبيه وكنا عشان كده بنطالب انك يبقى عندك موسم استثنائي. نعم. يتلعب من دور او من دور واحد. نعم. يا اما بيتعمل على مجموعتين. نعم. لانك انت عندك في ظل الكلام المعلن في القرعه انه الدوري هيبتدي يوم كذا وينتهي ويخلص 30 يوليو. ما حصلش لانك انت الدور الاول ممتد لغايه امتى معاك؟ 30 يونيو. 4 ابريل. ده مسافه. يعني قصدك الدور الاول ولا الدوري كله؟ لا الدور الاول. الدور الاول. ثانيا انت قلت ما فيش تاجيلات، فاجئتني انك انت بتقول اجلت ماتش الزمالك والاهلي اللي هو جاي في كان في الاسبوع العاشر رحلته. انت يعني كل دي انت حتى مجرد التاجيل ده فتح باب لشائعات ولتأويلات. وقال لك ان الاتحاد الكوره اجل المباراه عشان يدي فرصه للزمالك انه يعمل صفقات في القيد وبتاع. يعني انت حتى